اتفقنا؟ رجالي ولا ستاتي؟ حبيب الطمع بالدين، هداك الأسبوع صرت أوعي رجالية بتكفيك سنتين، صار دوري. حبيب قلبي لحبيب قلبه. يلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلين. تفضلوا. يعطيك العافية. أعطيني هاي وثلاث بنطلونات. هذا حلو، شو رأيك؟ حلو، بس هذا كمان حلو. يلا الاثنين. مش مشكلة. شو رأيك؟ حلو. أعطيني من هدول البنطلونات كل واحد لون. عرفت ما قاسي أنا صح؟ لا زكي زكي ما شاء الله. لا بكفي بكفي. في عندكم مي؟ إذا ممكن كاست مي لو سمحت. بس البضاعة حلوة حلوة. ايه كتير حلوة البضاعة بتجنن. شو هالصوت؟ بسرعة بسرعة. كبسة كبسة كبسة. كبسة ايش حبيبي؟ ما إليش دخل، انت اللي سرقتها. انا سرقت؟ انت اللي سرقتي حبيبي. انت بنسمحه انت اللي جسمك عم يحكي بدك تسرق. لا انت اللي قلتي لي انا سرق. يلا امشي. انت اللي سرق الحرامي حل عني خزن. لا انت حرامية. اللي سرق انت طيوش. عفوا ايش دوشه؟ لو سمحتوا هذا محل محترم. لا حلوا مشاكلكم برا. ما في شيء بس بدي اسالك سؤال. نعم. سياره الشرطه اللي فوق شو هاي؟ لا هذا الشرطه جايين يقبضوا على واحد مجرم، عندهم اخباريه عن واحد برا. والله طيب شكرا لك وازعجناك نحن لانه مشكله عائليه وبتنحل ان شاء الله. عائليه بتحلوها برا. طيب شكرا لك. شكرا لانه اختلفنا. شكرا. يسلموا كثير. تفضلوا مع السلامه. اهلا عائليه. نفدنا. الله لطف. الحمد لله. شو رايك؟ بايش؟ يكفي السرقه ولا كفاه الله؟ كيف ما كفوا؟ أي هو الحرامي بتوب؟ ما بتوب. حبيب قلبه لحبيب قلبه. ليك حبيب قلبه لحبيب قلبه. الحقيقة يا سائل شحدي عندنا تقريبا 5-7 نقاط. طيب نبلش في أول نقطة. أول نقطة يا سيدي العزيز حنحكي فيها عن المسرح. جميل، موضوع مهم جدا بالنسبة لنا. وكما تعلم يا أستاذ شحدة المسرح هو أبو الفنون. نعم. والمسرح جميل. نعم. جميل جدا. نعم. الحقيقة أنا عندي 14,000 مسرحية. واسع شوي. قصدي 14 مسرحية. أوكي. 14 مسرحية. أوكي. جميل. وهذه المسرحيات أنا عملتها في معظم أنحاء الدول العربية. جميل. وحصلت منها ثروة ممتازة. نعم. ثروة جميلة. نعم. ويا سيدي العزيز عندي 2 مليون من خلال هذه المسرحية. ولا 2 مليون؟ في 2 مليون قالوا لنا لكم هذول دعم للمسرح وللفن. أكيد. أنت شفت منهم إشي؟ والله. شخصياً أنت شفت منهم إشي؟ لا ما شفت. كيف بتقولي عندك 2 مليون؟ أنت بتخوض على مين؟ ها؟ يا سيدي العزيز خلني وسع أوضح لك نقطة. هسه بتطلع معي، الوضع مش طبيعي، وضع الفنان. يا أستاذ شحدة. وضع الفنان زفت. أنا معك يا سيدي العزيز بس خلني أوضح لك نقطة. تفضل. هل المسرح لما تعمل مسرحية أنت وبدك تجيب ممثلين أو ممثلات وين بتواجه المشكلة؟ بتواجه المشكلة؟ وين بتواجه المشكلة؟ يا أخي في مشكلة ثانية. وين؟ في الأهل. هاي بدنا نوصل له 100%. الممثلات. نعم.
نقص ممثلات. نعم. ليش؟ شو السبب؟ يا أخي في عنا تعصب. الاقتصاد نقطة مهمة جدا. نعم. والاقتصاد من أساسيات البلد. الأشكال اللي بتستثمر في البلد ما فيش غيرهم يا سيدي. خلنا نحكي لك خدمة ثانية. أرجوك رجاء يا أخي الاستثمار. بليز لو تطلب منهم يهدوا شوي صوتها. حاضر. كثير مزعج. بالدمار من وين جاي؟ يعني الغذاء شو طعمونه؟ طعمونه سمك فاسد مثلج طحين بفيران لو سمح. نعم استاذ. استاذي قبل الحساب بدي اقول لك شغله. الحساب عند رب العالمين. عارف شو الموضوع؟ اسمعوني. ما بدي اقول لك شغله يا استاذ. عارف الغداء الحمص؟ مش هسه في حمص؟ بتجيبوا لنا حمص. في طحينيه في مبيض. عارف المبيض؟ عارف. عارفه. عارف منين بتجيبوا لنا اياه؟ مش عارف هاي النقطه. بتجيبوا لنا اياه عارف من وين؟ مصانع الدهانات. الله بقولها. تعرف سرطلونا؟ بتعرف العلب؟ العلب الحمص، العلب السرديه، لو سمحت اسمعوني. فاسد طعمونا شي فاسد يا زلمه. انا بقول لك شي فاسد يا حبيبي. حساب أرجوكم. حساب؟ حساب؟ طب إحنا ما طلبناش الحساب. شو طلبنا؟ يا سيدي أنا بدي أسلم زميلي. آه. ولازم أحاسب على لو سمحت. طيب يا سيدي الحساب مع الضريبة ولا بدون ضريبة؟ مع الضريبة. كمان بضريبة. الله أكبر. إحنا لاقيين لوكل. لاقيين. يا سيدي بلاش الضريبة. خليها علي. طيب. ادفع. طيب سيدي. طيب بس خلينا. طيب. معك دينار. شاطر تقول لي 2 مليون وزفت على ال... طب شوط واحد نقعد بس اسمعوني بس اخر نقطه اسمعوني انتوا. انا عارف انه وضع الفنانين سيء كثير لكن مش لهالدرجه. وانا مش وزير اعلام ولا وزير ثقافه ولا مدير تلفزيون، ومع ذلك اقول لكم انا اللي راح ادفع الحساب. كل طلباتكم على حسابي. بس اياكم اشوفكم مره ثانيه. شكرا. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ولا طاوله ثانيه ولا تشوف. اتفضل. 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 والله نفسي من راغل. ايه بتقدر. طب ليش؟ لاني قوي. في معك حق، انت فعلا قوي. على ذكر قوي، اه بتعرف شو احسن اشي في الارجيلة؟ انا بقول لك تقول ليش. احسن اشي في الارجيلة تسحب ويطلع الدخان من خشومك. لا وانت الصادق ما حزرتي. ولا احسن اشي لما تسحب نفس والمي تصير تباك. حلوة تباكبك. حلوة تباكبك. إنه قول لي أنت ماخذ إجازة ولا طالع على رأسك؟ مغادرة كالعادة. قلت لهم بدي أخلع طاحونتي. والله هذا مديرك طبل. ليش؟ يا رجل أنت كل اللي بتمك 10 طواحين وصرت ماخذ إجازات 100 مرة. ايه وطواحين المرة والولاد وين راحن يا ساتر؟ والله قلتك قلتك قلتك. بس العتب علي انا. انا صرت اموت كل كرايبي. يا هذا مديرك طبرة. ليش؟ ايه كان حضر الجنازة من جنازات. انا والله عندي لما يكون عزا بكون له عرس عشان ما يجيش. للتمويه. للتمويه. بقول بكفي خلينا نكون نروح. شو نروح؟ الدنيا نهار وبعدين الدنيا اول الشهر والباقي عندك. طيب شو ناوي تسوي؟ اقول له احسن اشي بتسلل. تسلل. 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 يلا قوم. يلا قوم. لسه بدري. بدري من عمرك. طيب يا حبيبي إيجار الدار ناويني. طيب واللي معهوش؟ ما يلزموش. طيب أنا موظف غلبان يعني لازم تصبر علي. لا يا حبيبي بالحالة هاي ترحل وتحل عني. موظف غلبان يا حبيبي. مدام موظف خليهم يشوفوا لك دار تانية وتعتقلي هالدار. بتعرف شو المشكلة؟ المشكلة انه كل شهر اله اخر واله اول. طيب وانا ايش ذنبي؟ لا انت منك شو ذنب. انت شو ذنبك؟ الذنب ذنب الشهر لانه بيقبونا باخره
وبنفنس الأول. الفنان شاكر جابر والفنانة ريم بوشناق عم بيصوروا لمسلسل، وهناك بموقع التصوير زارتهم الكاميرا الخفية وعملت فيهم مقلب. خلينا نشوف شو صار. على بيت أهلك طلقني، على بيت أهلك طلقني، على بيت أهلك طلقني، يلا بيت أهلك، يلا بيت أهلك، أيوة أنا بطلق، أيوة أنا بيت أهلك، أيوة على بيت أهلك. والله حلو. لا والله اول شيء صوت الزقفه، ثاني شيء. طب وقفنا يا زلمه، يعني انت انهلك، وقفنا يا زلمه، يعني انت انهلك. ايش قطعت نظم لو تعيد؟ لا ما هو دقيقه هسه في صوت الزقفه اعلى من الصوت. ثاني شيء الدبك عالي يا زلمه، مستهلكوا الجماعه يعني اذا بدك. طب هلا انت عم تدبكي، هذا الشيء بأثر على الصوت. طب شو تساوي؟ والزقفه بأثر على الصوت. ولا شو نساوي طيب؟ ما نحن بنمدد ندبك ونزقف ونزقف. فيش ايقاع معنا، كيف نغني ولا؟ يا حلالله. ما بتعرف وينها؟ يا حلالله. بنسأل على الشغلة. الدبك، والله هذا بأثر عن جد بأثر. طب شوي شوي عم بدبك. لا يا حبيبي. ايش لحزابك؟ طب صوتنا قوي. ما هو برضه أنا هاي الأشياء أنا يعني في الصوت بتأثر. يعني بصير بقول لك شو هاد؟ ما بيعرفوا الناس انه انت عم تضربي على الارض. قطع بدنا ننم، قطع بدنا ننم. استاذ انس ايش يا شاكر؟ تعال تعال شوف. ثواني بس ثواني استاذ شاكر. 10 مرات عيدونا. طب احكي زي العالم الناس يا اخي. استاذ شاكر، استاذ شاكر شو هي؟ اوف مايك هناك. جيبوا جيبوا على ايه مش شاكر؟ استاذ شاكر انت عم تحكي هناك. زمن المقايضة انتهى، بس مع كاميرتنا الخفية زمن المقايضة عاد. خلينا نشوف شو صار. هاي يعني احنا ما بدنا اياها، بطلت بدنا اياها، بدها هاي بدالها. لا بحكي جد، فيش هذا شيء انه اسمه بدل. ما كيف ما في بدل؟ تاخذ تجيب لي كندره ولا ماشي من عندنا ولا بنعرفها ولا شيء. من المغرب هاي لعنا. كيف يعني من المغرب؟ هي عندك من المغرب. هي حتى ماشي احسن ماير. ايش شمال يا زلمه؟ شمالك حجز الكندره يا زلمه. اي كندره يا زلمه؟ ما انا معطيتكم عند بدك تجننا. خلصي دوامك اختي يا زلمه. بدل ما هي بدل، بدل شو بدل يا زلمه؟ يا زلمه بدل هاي اخذتها بدل هاي حبيبي. عادي يا زلمه، مقايضه مقايضه. هذا المقايضه بتشتغلها بشركات عالميه مش عندي يا زلمه. شو شركات عالميه؟ يلا يلا امشي. تعال وين لا تعال هون نتفاهم شو بدك. لا تعال برا. لا هون هيك فكرت. شو مقايضه وتخوت؟ مالك يا زلمه؟ حق دافع ادفع حقها 12 ليره. هاي حقها 17. مش رح قدام زباين ما بفضحك ولا اعمل لك مشكله. شو تفضحني يا زلمه؟ تعالي. شو تفضحني يا زلمه؟ شو تفضحني؟ تعال تعال. شو يعني تهددني بالامن يا زلمه؟ شايفني غلطان انا يا زلمه؟ شو غلطان يا زلمه؟ يا زلمه حقك امشي امشي يا زلمه. خلص يا زلمه يا زلمه. شو مالك انت يا زلمه؟ بدنا نكون خلص اخذناها بدل هاي. شو بدل هاي يا زلمه؟ شو بدك تخوت يا زلمه؟ مالك تخوت يا زلمه؟ صاحي تخوت هاي بدل صاحي اكثر منك يا زلمه. هاي بدل هاي. تعال اسلح البابود. تعال تعال. ايش قطعت يا زلمه؟ والله يا عارف زعمت الطره جاك ماشي. سلم عليها، اعملي لها باي، اعملي لها باي. بعدين معك هاي خامس بطاقة ببعث لك إياها وبتحكي لي لا يمكن تعبئتها. طب اسمعي خذي هاي، هذا الرقم السادس. خذي خذي 5 4 8 5 3 7 8 4 1 2 9 0 8. ان شاء الله انها تزبط، واذا ما زبطت نتفاهم بعدين. يا حرمة مالك مالك انت يا بتفهميش؟
عفوا مش قصدي اجي فيك. مالك انت؟ قلت لك طلع من البيت ما في. ولك افهمي عاد انضبي في البيت فاهمي، عند اخوكي ما في روحه. ايه لو اني جنبك كنت ضربت خماسيه لزقتك في فرن الغاز ولا بالثلاجه. خلاص عاد عند اخوكي ما في روحه، روحي لاولادك يلا امشي اطبخي لهم وضبيهم. يا عم حكيم زمان وخلصنا، الوقت قاعد بيروح منا، خلصنا. ولك اصبر اصبر شوي اصبر شوي، شغلي حامية، هاي مرت الثاني مش راضي تفهم مثلك. يا مرة يا مرة افهمي عاد، اقعدي في البيت وما تطلعي. ابي ايا لو اني عندك بحكي معك حكي، ما كنت ورجيتك. خلاص عاد افهمي. عم حكيم زمان واخلص عاد، مش معقول هيك، مش فاضيين احنا. بدك اياني اخلص؟ هيك رايك؟ ماشي ماشي ماشي. انت طالق طالق طالق. لا 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 يا عم حكيم زمانه، معقول يعني؟ معقول توصل للمرحلة هاي؟ زعلتني. ولك مش انت اللي قلت لي اخلص؟ انا ما بقدر ارفض لك طلب. ايه ايوه، يعني حط الحق علي هلا. ولا الحق على مين يعني؟ الحق على مين؟ الحق عليك. أبيه هذا أنا وقعت حالي بمشكلة. أنا فاضي هسا أدور على عروس جديدة أعبي الشاغر، هذا مصيبة هذا. إيه تعبي الشاغر؟ شو إحنا مؤسسة حكومية ولا إيش؟ مشاهدينا للإعلان وراجعين. بدك عروس حلو كتير ومنمنمة؟ بدك عريس كله أحاسيس ومش تعيس؟ زورونا على موقعنا على الإنترنت WXYZFED وعد تتعد. رايح تنقي العريس اللي بيعجبك، ورايح تنقي العروس اللي بتعجبك. مش بس هيك، رايحين تدخلوا معنا السحوبات حماه مجانا مع كل زواج. زورونا على الموقع ورايح تولع. اهلين مشاهدينا، يعني معقول يا عم حكيم زمان والعصبية توصل لهاي المرحلة؟ معقول؟ كان لازم تصبر تهدي اعصابك شوي. ما هي زودتها زودتها كثير، قال بدها تروح تزور أخوها المريض. أي هسه وقته وقته، على رأي المثل إذا بدخلك الريح من الشباك الأخضر ادهنوا أحمر. أحمر؟ آه أحمر، حلو أحمر حلو. مشاهدينا راجعين الحلقة الجاية. نلعب الغمايه. اي اسمها الغمايه ولا الغميضه؟ الغم اي هو هلا وقته يا كمال، عشان بس نعرف كيف نلعب بسرعه. عندي فكره. شو؟ بالنادي الامانه تيجي ترش المنطقه، عمرك بين. انت مجنون؟ هو في علبه مبيد حشره بتكفي كل هالمنطقه هاي؟ مزبوط. طب شو الحل؟ احسن اشي النادي عليه. يلا زهير 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 وينك؟ طب كيف انت بيطلع معك صدى وانا لا؟ عادي انا بتحكم بالصوت. طب اشمعنى يعني انت بيطلع معك صدى وانا بطلعش معي صدى؟ اشوف اشوف جربي مره ثانيه. زهير اشوف بدون صدى. زهير ماش طريق. الشغله يا كمال بدها شويه تركيز، بدها هيك ثقه بصوتك هيك من جوا من جوا. جرب يلا. زهير ما في تركيز يا كمال، كمان مره جرب. ركز ركز. تركيني تركيني ركز. تفضل. زهير شفتي؟ برافو برافو كمال، برافو كمان مرة. يلا كمان. كمان كمال البطل، كمال الهميلة.
شوف شو لقيت. لقيتي زهير؟ لا، لقيت ربات بوطه. كمال سامع؟ ايش؟ كأنه هون في حديقة حيوانات. طيب. شو طيب؟ تعال نروح نشوف. لا أنا ما بحبش أتفرج يعني ولا. يا زلمة خلينا على القليل نسأل عنه. ما هو؟ شو؟ يلا يلا نروح. كمال! وين رايح؟ بخاف من الأرانب. ولا كيف بدي أروح؟ خلاص أنت خدي السيارة وأنا باخد تاكسي. ماشي. معيش رخصة. على مين؟ على زهير. كيف دخلتوه هون؟ كيف زهير؟ مين اللي بتحكي عليه؟ اللي قدامك سبع قرود، كركر وفرفر وبسبوس وسوسو وحلبيزو وكمان نسنس. زهير ما ناديت عليه. زهير مين يا بنتي؟ هيو طلع مني. هيو يا ابو اللحية، يا ابو اللحية. لا حول الله يا رب، هذا نسنس. زهير مش متذكرني؟ أنا زهير وصاحبك كمال وصاحبتي عبير. زهير أنا زهير، ما بتتذكرني؟ اللقاء الأول، الكافي شوب، الشيلة للورد الصفرة. أنا زهير يا زهير، اطلع علي منيح.